وحول هذا الشأن ينضم إلينا من الشمال السوري طلال محمد، الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي. أهلا بك سيد طلال. أهلا بكم. نبدأ من السؤال المفتوح والعنوان العريض، تشكيل اللجنة. هل يمكن الرهان على إعلان تشكيل اللجنة الدستورية أن يكون مفتاح الحل لأزمة السورية؟ يعني بكل تأكيد عندما يكون هناك نية جدية وحقيقية من قبل الدول الفاعلة في الأزمة السورية، عندما تكون هناك نية جدية بحل الأزمة السورية، الدستور أو هو الأساس في حل الأزمة السورية، والدستور يكون الأساس في وضع المشروع السياسي لسوريا المستقبل وشكل سوريا المستقبل وشكل الحكم لسوريا، يعني لمستقبل سوريا الجديدة التي يعني يدعو إليها جميع مكونات الشعب السوري. طيب، غياب ممثلين عن ما يقارب ثلث مساحة سوريا، وأقصد ممثلين عن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ورفض معظم مسؤولي هذه المنطقة لهذه اللجنة، كيف سيؤثر ذلك على عمل اللجنة الدستورية؟ يعني هذه اللجنة التي تم تشكيلها بالتوافق بين ثلاث دول وهي تركيا وروسيا وإيران، يعني هذه اللجنة تمثل فيها جنسيات ثلاث دول، للأسف لا يوجد فيها جنسية سورية. يعني الأطراف التي سوف تشارك في هذه اللجنة هي أطراف مسيرة من قبل هذه الدول وعلى أساس مصالحها وتنفيذ مصالحها في المنطقة، وهي دول احتلالية في المقيم. يعني تركيا دولة احتلالية، عندما ترشح 50 صوتا اسما من طرفها كمعارضة سورية، هذه المعارضة تمثل إلا نفسها بكل صراحة. أين هذه المعارضة من الأزمة السورية؟ أين تواجدها؟ وكما ذكرتم، يعني هناك قوة ديمقراطية ومشروع سياسي ديمقراطي فعالا، وهو يعتبر نموذج ديمقراطي ضمن الأزمة السورية لمدة 8 سنوات، ومساحة 30% يتم الإشراف عليها وإدارتها، وهناك قوة عسكرية أيضا وطنية أثبتت جدارتها من خلال تحرير المناطق ومن الإرهاب والاستبداد، وشاركت جميع مكونات في المنطقة في شمال وشرق سوريا يعني في تأسيس هذا المشروع، وكانت لهم تضحيات كبيرة وحصيلة 11,000 شهيد و 11,000 جريح في سبيل تضحيات من أجل سوريا ككل ومن أجل مناطقهم بشكل أخص. يعني نقول أي لجنة معنية بالأزمة السورية كلجنة دستورية بالأخص، إذا لا يتم تفصيل فيها جميع مكونات الشعب السوري وخاصة القوى الديمقراطية التي ساهمت في تأسيس مشروع ديمقراطي، وقوى عسكرية ساهمت في دحر الإرهاب في مناطق شمال وشرق سوريا، هذه اللجنة للأسف يعني نتائجها لن تلبي مطامح الشعب السوري الذي خرج وتظاهر من أجل العيش بحرية وسلامة وكرامة. يعني نقول إذا هذه اللجنة تعمل ستكون نتائجها سلبية على الوضع السوري، وسوف تعمق الأزمة وسوف تطول الأزمة أكثر، وليس يكون هناك أي إيجابية وأي خطوات جدية من أجل إيجاد حل سياسي. وهنا نقول أن القوة الدولية إلى الآن غير متوافقة من أجل شكل الحل السياسي في سوريا، وأعتقد هناك نقطتين أساسيتين يتم الخلاف عليها وعدم التوافق، وهي اللجنة السورية والمنطقة الآمنة. هذه نقطتين أعتقد هي كمرحلة من أجل استمرار أو الاستمرار في تعميق الأزمة أكثر. طلال محمد، الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الشمال السوري.